أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من هنا ليبيا، ونبدأها من هذا الموجز الإخباري. إذ نظم أعضاء نقابة الخطوط الجوية الليبية بالمنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في بنغازي للمطالبة بتقاضي رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من 3 سنوات. لوحت نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس بتعليق الدراسة في الجامعة حال عدم إطلاق الأستاذ بكلية الهندسة الدكتور بشير عريبي. بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الصحة المكلف رمضان بوجناح مع اللجنة المركزية الفنية الأمنية العليا لمتابعة المرافق الصحية ملف المرضى العالقين بالخارج خاصة مرضى الأورام. توقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى انتشار المتحور الجديد، ومن ثم ارتفاع حالات الإيواء بالمستشفيات خاصة للفئات الهشة مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وذوي المناعة المنخفضة. أوصت لجنة دراسة وتقييم دوائر التنمية السياحية بمشاركة الاستثمار الخاص ضمن بند تطوير المناطق السياحية المستهدفة وتحديث معايير ومواصفات تصنيف دوائر التنمية السياحية لاختيار الأكثر أهمية وتنوعا في فرص إحياء أنماط سياحية. جلسة حوارية عقدت بمقر مركز تنمية الإبداع بإشراف منظمة نبراس المعارف بالتعاون مع المنظمة الليبية للتنمية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمجتمع المدني والإطار القانوني المتعلقة بها. في الفترة السابقة في مدينة بنغازي كان هنالك ورشة عمل كانت مدتها 5 أيام. هذه الورشة تطرقت إلى عدة محاور منها المجتمع المدني ومشاكل والعراقيل التي تواجهه، كذلك خضينا من خلال الأمن الرقمي وأيضا المناصرة لبعض القضايا التي تواجه الدولة بصفة عامة. حاليا اليوم قمنا بحوارية في بعض القضايا التي تكون لها دور فعال في مدينة درنة حتى نتخطى هذه المشاكل، نستخرج منها بعض التوصيات للجهة التشريعية التي لها دور فعال في وضع قوانين ولوائح تيسر الأمور المتعلقة في مدينة درنة. اليوم كانت حوارية مع المنظمة الليبية للتنمية بنغازي ومع الفرع مدينة درنة، وكانت الحوارية حول الإطار القانوني وحول دور مؤسسات المجتمع المدني في دولتنا في دولة ليبيا. فنحن دور مؤسسات المجتمع المدني اللي نحن نقوله حكومة ظل، فهي لها دور مهم جدا في يكونوا من صناع القرار ويكونوا فاعلين ولهم تأثير كلي على القوانين الغير مفعلة من الدولة. فنحن كمؤسسات مجتمع المدني نطالب بقوانين تخدم صالح مؤسسات المجتمع المدني تحت صلب قوانين ولوائح نظم الدولة. فكانت الحوارية تتميز بالخروج بتوصيات مشاكل التي تواجه مدينة درنة. ونذهب الآن إلى مدينة درنة ومراسلنا حسن بدوارة. حسن، ضعنا في آخر المستجدات لديك. أهلا بك وبكل متابعي قناة الوسط عبر تغطية مستمرة لآخر التطورات الأوضاع داخل المدينة. اليوم في خبر محزن، ومدينة درنة فقدت أحد الكوادر التعليمية الأستاذ مشحود الرفادي اللي يعتبر هو مدير مكتب التعليم الخاص بمدينة درنة. اليوم طبعا خبر وفاة وثنائي مراقبة التربية والتعليم درنة وفاة الأستاذ مشحود الرفادي مدير مكتب التعليم الخاص أثناء مروري بوعكة صحية في جمهورية مصر العربية. نسأل الله الرحمة للأستاذ مشحود الرفادي.
الأمر الآخر اليوم في مدينة دردنة طبعاً استمرار الأعمال داخل المدينة، هذه الأعمال التي تستمر من قبل اللجان المكلفة داخل مدينة دردنة. لعد أبرز هذه الأعمال هي أعمال الإزالة التي تزال مستمرة إلى هذا التوقيت في منطقة الواقعة في المدخل الغربي لمدينة دردنة تحديداً العمارات المعروفة بشعبية غازي. هذه العمارات تعتبر يعني عمارات يعني قديمة، ومسألة الإزالة فيها كانت سابق، ولكن اليوم تتم أعمال إزالة هذه العمارات من أجل إعادة بنائها وإعادة بناء الشكل المناسب الذي يليق بالمواطن الليبي ومواطن الدرناوي بشكل خاص. أعمال إزالة مستمرة في عدة مناطق ما في مدينة درنة، واستمرت في منطقة الشيحة الغربية ومنطقة الشيحة الشرقية، واستمرارا في منطقة دير طبرق وكذلك بعدة مناطق في مدينة درنة. ولكن هذه الآونة الأمر موجود الآن أو الإزالة موجودة الآن في إزالتها كما أسلفنا في ذكر هي منطقة شعبية غازي واقع في المدخل الغربي مدينة درنة. أيضا استمرار أعمال جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الجولات التي تقوم بها جهاز الحرس البلدي بشكل دوري وبشكل مستمر على محلات طبعا بين اللحوم والمواد الغذائية، وأيضا ضبط عدد من يعني من اللحوم والمواد الغذائية متيت الصلاحية، وأيضا إعطاء مخالفات لأصحاب تلك المحلات. الأمر الآخر في مدينة درنة هو استكمال عملية توزيع السكوك في مدينة درنة كما أوضح لنا رئيس لجنة تعويض الضغط الدكتور بكر زوي. في الأيام القليلة القادمة سيتم توزيع مقارب حوالي 2000 سك على الأسر المتضررة كتعتبر إعانة مقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية. ايضا عمليه توسيع او عمليه فتح المسارات لا تزال مستمره هي الاخرى في مدينه درنة. تم رصف منطقه في الاونس في الايام الماضيه، تم رصف منطقه وادي الناقه، هذه الطريقه التي تصل الى مدينه درنة، هذه المنطقه الواقعه في المدخل الغربي للمدينه، تم رصفها من اجل تسهيل عمليه الحركه، وايضا يعني تعتبر هذا الحل يعتبر حل مؤقت يعني لحين توفير جسور اخرى تصل الى درنة. وايضا في محاولة أخرى في عملية أيضا توسعة في المدخل الغربي نشاهدها في هذه الأيام، هي عملية توسعة بداية من فندق قاطش مرورا بمصرف الجمهورية حتى فندق لوتي، هذه المنطقة على ساحل مدينة درنة في منطقة الكورنيش، عملية توسعة موجودة أيضا في تلك المنطقة في عملية توسعة تلك الشوارع وعملية أيضا رصف هذه الأماكن. لكن تظل مسألة المعابر المؤقتة التي تصل ما بين المنطقة الشرقية ومنطقة غربية مدينة درنة، لا تزال هذه المشكلة قائمة إلى الآن وحالة اختناق كبيرة جدا، خاصة يعني هذه منطقة مهمة جدا يعني مع عودة المدارس وعودة الموظفين ووصول المواطنين بين تلك المنطقتين، لا تزال هذه المشكلة قائمة إلى الآن ونشاهد حالة الازدحام، أغلب حالة الازدحام هي موجودة في تلك المنطقة، لربما في حين توسعة بعض المناطق أو الشوارع داخل المدينة لربما سنشاهد يعني الأمر سيكون أفضل حال في المدة القادمة. الأمر الآخر هو طبعا السيولة توفرت في هذه الأيام في أغلب المصارف مدينة درنة، متوفرة في بعض المصارف يعني بشكل جيد. استمرار طبعا جمعية الهلال الأحمر ليبيا تحديدا فريق الانتشال الجثث في عملية انتشال الجثث في عدد من مناطق مدينة درنة على ساحل البحر، لا تزال عمليه انتشال بقايا الجثث او يعني المتحلله واحالتها المستشفى درنة الموجود فيها المدخل الغربي. الامور في مدينه درنة تسير يعني بشكل جيد يعني، ولكن لا نزال نترقب وجود مجهودات اكبر من اجل اعمار خاصه في المنطقه المكوبه، هي منطقه الوادي التي لم تشهد الى الان اي مسيره اعمار ولم تشهد اي يعني رؤيه واضحه مستقبليه، وايضا مطالبه عدد المواطنين بتوضيح الرؤيه المستقبليه لتلك المنطقه يعني حال المواطنين ومصيرهم في تلك المناطق. نسال الله طبعا اكيد السلام للجميع وان تعود مدينه درنة في الاونه القادمه بافضل صوره باذن الله تعالى. من درنة مراسلنا حسن مدوره، شكرا جزيلا لك. مع البدء في تأدية الامتحانات النهائية للفصل الأول لسنوات النقل والفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في ربوع البلاد، يبقى السؤال الذي يلوح في الأفق وهو ماذا عن طلاب مدينة درنة؟ الزميلة نسرين عالم والتفاصيل. ما
بدأ أكثر من 1,039,000 طالب وطالبة تأدية الامتحانات النهائية للفصل الأول لسنوات النقل والفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وتستمر امتحانات منتصف العام وحتى 4 يناير المقبل حسب بيان وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية 170,535 طالبا، أما عن الشهادة الثانوية ف 99,402، في حين لدى بلدية درنة خطة تعليمية خاصة مراعاة لما مرت به المدينة جراء العاصفة. وقد أعلن مراقب التربية والتعليم في مدينة درنة عبد الحميد الطيب أن عدد المدارس التي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في 10 سبتمبر الجاري بلغ 14 مدرسة، وأضاف أن هناك عددا من المدارس يحتاج إلى إزالة نهائية وإعادة البناء من جديد، وهناك عدد من المعلمين قد توفي في الفيضانات مما يستوجب التعاقد مع معلمين جدد. وعقب العاصفة تم المباشرة في أعمال تنظيف المدارس التي تعرضت لأضرار بسيطة، كما أعلن فرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في ليبيا بدأ عمليات إعادة تأهيل 11 مدرسة في كل من البيضاء وشحات للمساعدة في إعادة طلاب درنة للمدارس. فرع المنظمة في بيان له أيضا أعلن أنه يعمل منذ أزمة الفيضانات الأخيرة على ضمان عودة الأطفال إلى المدرسة بأمان واستئناف تعليمهم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مكتب الامتحانات بدرنة علي الفيتوري. أهلا بك سيد علي. بداية، هل وضعت وزارة التربية والتعليم خطة لطلاب مدينة درنة والمدن المجاورة حتى لا يتعطل طلاب هذه المدن في منهجهم الدراسي ويلتحقوا أسوة بباقي أبناء ليبيا؟ أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل تقدير لقناة الوسط وعودة ودعوتها لنا لبيان الوضع الدراسي في مدينة درنة بعد الأحداث التي مرت بها المدينة من فيضانات أدت إلى فقد الكثير من الأرواح والمؤسسات. وعليه فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار لتعديل جزئي على الخطة الدراسية للعام 23-24 المعتمدة بموجب قرار رقم 12-18 سنة 23 لسنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمراقب التربية والتعليم درنة. كان ذلك بعد دراسة وافية لوضع المدينة ومدى إمكانية استئناف الدراسة فيها وفق الظروف الراهنة. نعم. نعم، طيب، كيفية هذه الخطة وكيف ستسير لو يعني توضح لنا؟ طبعا الخطة تمت بعد ما تم تكليف لجنة من وزارة التعليم بزيارة مدينة درنة من المركز الوطني على رأسهم السيد أحمد مسعود مدير المركز الوطني ومعها بعض الشخصيات الهامة في المركز للوقوف مع السيد مراقب في مدينة درنة، الوقوف على أحداث المدينة ومدى استيعاب المدارس للطلاب ومدى استئناف الدراسة وكيفية تطبيق الخطة الدراسية أو تعديلها وفق الظرف الراهن. وكانت الخطة طبعا صدرت خطة وتوا هي قيد التنفيذ بإذن الله تعالى. نعم، بما يتوافق مع الظروف الراهنة يعني. نعم، إذا كان معنا مدير مكتب الامتحانات بدرنة الأستاذ علي الفيتوري، شكرا جزيلا لك. من أجل مقاربة حقوقية شاملة رصدت عدسة هنا ليبيا ندوة حقوقية توعوية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الليبي، والتي نظمتها منظمة الوفاق لذوي الإعاقة الحركية بالتعاون مع كليتي القانون والاقتصاد بجامعة طبرق، والتي أقيمت في قاعة فندق دار السلام بحضور أساتذة مختصين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. فإن سامح ففي فضله، وإن عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم عياد جلاب، الصفة رئيس مجلس إدارة منظمة الوفاق لحقوق ذوي الإعاقة الحركية بطبرق. طبعا اليوم تاريخ 25/12، اليوم ندوة بخصوص حقوق ذوي الإعاقة في القانون الليبي، طبعا بالتعاون مع كلية الاقتصاد العلوم السياسية وكلية القانون. طبعا ستقدم ورقات بحثية إن شاء الله بإذن الله من عدة طبعا أساتذة، وإن شاء الله يثرون الندوة بإذن الله. طبعا يعني أكثر شيء يعني طبعا المشكلة اللي نعانوا منها
هي طبعا عدم توفر المعينات مثل الكراسي المتحركه ومثل الحفاظات. فهذه يعني اكثر شيء نحن نعاني منه صراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاسم صفيه عبد السلام غيرني، نائبه رئيس منظمه الوفاق لحقوق ذوي الاعاقه الحركيه. طبعا لجوتنا اليوم موضوع حقوقي بالدرجه الاولى، نقص حقوق ذوي الاعاقه في القانون الليبي، كذلك حقوق المعاقين في ذوي الاعاقه معلش في الدستور. طبعا في حاجات واجد، في نواقص واجد ظلمين فيها ذوي الاعاقه، خاصه في عندنا مواد وامتيازات في القانون ما تحصلناش عليهم. نحاولوا على قد ما نقدروا بنوصلوا الحل عشان ذوي الاعاقه ياخذوا حقه بالكامل. يعني في الحمد لله في عندنا قوانين واجد مشرعه، بس للاسف التطبيق والتشريع كان ناقص، التطبيق بالذات، لان عندنا حقوق ومنافع مميزات لنا نحن كذوي الاعاقه بس نحاول منها. فنحن نحاول اليوم في الندوه نسلط الضوء اكثر شيء على الحقوقين وعلى المواد. طبعا بصفه عامه نحن منظمتنا الدرجه الاولى حقوقيه من قبل اي شيء، يعني نحاول ننادي بحقوق ذوي الاعاقه باي شكل وباي صفه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا أنا الدكتور مراجع علي نوح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رئيس لجنة الشكل ونظام الحكم. أشارك اليوم بورقة في هذه الندوة، ندوة حول ذوي الإعاقة الحركية بالذات، نوضح مدى إسهام مشروع الدستور في باب الحقوق والحريات ومدى اهتمامه بذوي الإعاقة بصفة تامة، كما سوف أعرج إن شاء الله على الاتفاقيات التي الدولية التي صادقت عليها ليبيا، والتي تتم خاصة بقضايا حقوق الإنسان وبذوي الإعاقة الحركية. طبعاً هذه الجلسات هي مهمة جدا لإذكاء الوعي الحقوقي بصفة عامة، وأيضا الوعي الحقوقي لذوي العاهات أو المعوقين بصفة خاصة. فأرجو طبعا وأتمنى أن يستفيد الجميع الحضور من هذه المحاضرة لمعرفة حقوقهم، ما عليهم وما لهم يجب أن يكون. في هذه الكلمة حاولنا وقفكم أمام الدور الذي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت منظمة الراحمون للأعمال الخيرية احتفالية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة تحت رعاية قسم جوازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالمرج وتحت إشراف كشاف المرج والهلال الأحمر، وشارك في هذه الاحتفالية كل من منظمة الراحمون للأعمال الخيرية ودار المصلين مسا وجمعية الكفيف ونادي الإرادة للمكفوفين وجمعية صموا بكم ودار رعاية الطفل بنغازي ودار الرعاية الاجتماعية الشاملة المرج، بالإضافة للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسؤولين من مدينة المرج وخارجها. طبعا اليوم هذاي طبعا كنا محتفلين اليوم العالمي للمعاقين. طبعا اليوم هذاي خاص بشيئة المعاقين جميع تركيبياتهم. طبعا الشيء هذاي طبعا الدولة ما دارتش، لكنها طبعا حاولت، يعني الفكرة دي جاتني اني انا طبعا ندير احتفالية على حسابي الشخصي. طبعا الحمد لله فضل الله وفقنا الله ان عدت على خير، وقدمنا لهم شهادة تكريم واحتفالية بسيطة ووصلات غنائية وكلمات، وشعرنا بهم انهم هم جزء من المجتمع. طبعا انت عارف المعاقين جميع شرع المعاقين، سواء وتوحد سواء يعني بالكامل، دار الايتام، دار المسنين بالكامل، الحمد لله وفقنا الله. الكفيف بنغازي الحمد لله يعني وفقنا الله ان نقدم لهم احسن الخدمات فاليوم، وشعروا بالفرحه وشعروا بالامتنان، وكل الشكر من يعني مد يد العون مثلا الهلال الاحمر، الكشاف، مديريه المرج، بارك الله فيهم جميعا على هذه الوقفة الجادة في هذه المناسبة الطيبة، وإن شاء الله نكون لحسن ظن في الأيام القادمة. حضور اليوم في مدينة المرج بخصوص اليوم العالمي للمعاق، كانت لنا عدة احتفاليات
خاصة في كل الأيام الدولية لذوي الإعاقة، للمسن، للطفل اليتيم. فكانت لنا عدة مشاركات من بينها يوم المعاق العالمي. كان لنا اتصال مع فندي منعم مدرسي رئيس قسم جوازات المعاقين، اتصاله كان بالمنظمة من ناحية ترتيبية تنظيمية ان هي تنسق برنامج الاحتفال. بارك الله في فندي منعم قسم جوازات المعاقين لأتاح لنا هذه الفرصة على إقامة هذا الحفل في المنظمة. ولا ننسى أعضاء منظمة الراحمون على هذه البادرة ومشاركتهم في كل ربوع ليبيا. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا في المشاهدة. أهلا بكم من جديد. انطلق مشروع صيانة جسر الباكورة الذي يقع في بين المرج وتوكرا، لذا تهيب وزارة المواصلات والنقل التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإغلاق الجسر، وسيتم تحويل مسار السيارات والشاحنات عبر طرق بديلة موضحة بواسطة لوحات استرشادية. نحن الآن قاعدين في جسر باكور لغرض صيانة الجسر، وطبعا نحن الشركة العامة، هو المشروع لوزارة المواصلات، ونحن الشركة المنافسة، الشركة العامة للطرق والجسور، بمساندة شركة سربية متخصصة في صيانة الكباري. وإن شاء الله بإذن الله نحن من نص الأسبوع القادم حنبدو في صيانة الكوبري. طبعا صيانة الجسر كاملة، خرسانة وحديد ووصلات التمدد وكل الأعمال اللي هي خاصة بالجسور نحن إن شاء الله حننفذها. والشركة اللي معانا هذه شركة متخصصة في الكباري. طبعا الجسر هو حيتسكر، ونحن درنا طريق خدمي للسيارات الصغيرة، وطريق النص نقل والنقل الثقيل حتكون من طريق الأحمدة. وهذا نحن قلنا للمواطنين نحن ننبهوا فيهم باش ياخذوا الحيضة والحذر، لأن حتكون الطريق صعبة شوية، فنبوا المواطنين تعاونوا معنا في إتمام هالمشروع هذا. وإن شاء الله بإذن الله فترة وجيزة حينتهي صيانة المشروع، والأمور إن شاء الله تكون جيدة. ونحن بالدرجة الأولى عندنا المواطن أهم حاجة يعني. نحن ممكن حتصورون أنتم، نحن درنا الأسوار المرنة اللي هي الجردريل، الأسوار المرنة على طول الطريق الخدمي، ودرنا له تخطيط زواج، وحطينا له العلامات بتاع عين القط، وحطينا علامات مرور يعني تغطي إن شاء الله بالكامل، وحتكون في إنارة وكل شيء نحن واخدينها في الحسبان. واللي نطلبه تو أن ننبه الأخوة السائقين على أن حتم صيانة جسر الباكور من قبل الشركات، واللي نطلبه منهم أخذ الحيطة والحذر والانتباه، لأن حتم في تحويله بيديروا طريق بديل للجسر، وحيتم قفل الجسر نهائيا، ونمنع السيارات الشاحنات من عبور الطريق الباكور، لأن الباكور حيكون مقفل والطريق البديل لا يسع للشاحنات وسيارات النقل الكبيرة. واللي نطلبه من السائقين أن عدم مرور الشاحنات، حيتم تحويلهم على طريق الأبيار المرج بدل من الطريق الساحلي. وهذا اللي نطلبه من السائقين، ونحب أن ننبههم على أن الطريق راه بيكون مقفل نهائي، وأخذ الحيطة والحذر، وحيتم حاليا قدوم نظية، حيتم وضع العلامات الإرشادية لدل السائقين تخفيف السرعة عند ما تتم صعودك للباكور. الباكور قديم لأنه متحمل السرعة مش كيف الأول. ننبه السائقين على السرعة، بس السرعة تكون قانونية خفيفة، سرعة خفيفة أن يطلع من الطريق البديل، وبعدين هو عاد السائق حريته. دورة أقيمت بمدينة البيضاء حول أهمية الاستزراع السمكي، وذلك في إطار الاستراتيجية المعتمدة للمشروع الوطني للزراعات المائية. الزميل سليمان عبد الكريم والتفاصيل. السلام عليكم. دكتور عبد الباسط حسين إبراهيم، مدير الفني للمشروع الوطني للزراعة السمكية. نقيم هذا اليوم في مركز البحوث الزراعية والحيوانية بالتعاون مع إدارة المركز
نقيم دورة لتدريب بعض المواطنين والمهتمين بزراعة السمكية في أساسيات الزراعة السمكية. تهدف هذه الدورة إلى تعريف الناس بزراعة السمكية وكذلك أدوات الزراعة السمكية وبعض الأمور الفنية التي تهم المزارع الخاص بالزراعة السمكية. عموما هذه الدورة حتكون مستمرة في جميع بلديات الليبية. نحن بدينا بالبيضة كمرحلة أولى ثم ننتقل إلى طبرق، سبها، مصراتة، طرابلس، المناطق البلديات الوسطى والجنوبية بالكامل. حنحاول ننقل فكرة الزراعة السمكية لجميع شرائح المجتمع الليبي، لأن هذا رافد وطني مهم جدا. الظروف الليبية المناخية والجغرافية مناسبة جدا للزراعة السمكية. نحتاج هذا الرافد تنويع الاقتصاد الوطني، تنويع الاقتصاد المحلي، تنويع الغذاء الليبي، زيادة استهلاك المواطن الليبي من الأسماك. كل هذه الأمور تهمنا بشكل كبير جدا، وبالتالي باش نحن نقيم الزراعة السمكية ضروري يكون عندنا أشخاص فنيين ومتدربين على الزراعة السمكية. طبعا موجود عندنا الجامعات والمعاهد العليا قائمة بهذا الدور، ولكن نحن بنوسع الشريحة المتدربين عشان نضم أكثر عدد ممكن من الأشخاص المهتمين بالزراعة السمكية، ومن ضمنهم سكان المناطق الساحلية ومناطق الداخلية ومناطق الجنوبية، حتى يكون عندهم وعي كامل بالزراعة السمكية وفوائدها وكذلك الظروف التشغيلية وجميع ما يهم الزراعة السمكية. ونسأل الله التوفيق والحمد لله رب العالمين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير عام المشروع الوطني للزراعة المائية دكتورة مسعودة عبد الكريم. مرحبا بك دكتورة مسعودة، يا ريت تعطينا فكرة عن هذا النوع من الاستثمار وأهميته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في البداية أتقدم إليكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الطيبة والاهتمام بمثل هذه الأنشطة. تصحيح بسيط، مسعود عبد الرحيم بوعروشة، أهلا وسهلا بك، مدير عام المشروع الوطني للزراعة المائية. أهلا بك، تفضلي دكتورة مسعودة. في البداية حابة طبعا نعطي فكرة بس عن المشروع الوطني للزراعة المائية. إنه هو مؤسسة عامة مقرها الرئيسي مدينة البيضة، عندها عدة فروع في مختلف أنحاء ليبيا، وأيضا يتبعها عدد من المشاريع الزراعية في مختلف أنحاء ليبيا، أيضا في غات، في الكفرة، في سبها، في طرابلس، في بنغازي، في طبرق، في مختلف المناطق. يعني المشروع يغطي رقعة جغرافية كبيرة جدا من ليبيا. نعم، النشاط الأساسي للمشروع هو استزراع وتربية الأحياء المائية، يعني أي شيء متعلق بالنمو في البيئة المائية، سواء كانت هذه المياه مالحة أو عذبة، سواء في مياه البحر أو البحيرات أو السدود أو الصبخات، سواء المياه المتجمعة بشكل طبيعي أو ليتم تجميعها لغرض التربية مثل الأحواض بمختلف أنواعها. نعم، المشروع عنده هدف استراتيجي في الحقيقة، هو تحقيق تنمية مستدامة لهذا القطاع الاقتصادي الهام، يعني أن ينمو ويتطور ويتوسع ويزداد في إنتاجه دون أن يكون له أثار سلبية على البيئة والمجتمع، يعني بل بالعكس يفترض أن يكون معزز لها. في الحقيقة هذه الاستراتيجية هي نابعة من إيماننا الكبير بأن استزراع وتربية الأحياء المائية هو محور أساسي من محاور التنمية الاقتصادية بعيدا عن النفط. نعم، وإذا سمحتوا يعني أنا بنشير لنقطة يعرفها الجميع، يعني ولكن نحن عشان نبرر لماذا يجب أن يكون هناك مشروع وطني لكل قطاع إنتاجي في ليبيا. نعم تفضلي. ليبيا هي دولة نامية، يعني من فترة ونحن نلاحظ أنها تحاول النهوض، ولكن هي متعثرة في تداعيات ريعية الاقتصاد الوطني، يعني هو متمركز على سلعة واحدة من قطاع استخراجي يتم بيعها وفقا لميول السوق العالمية. في ليبيا في نظري أنا شخصيا أنها يعني بهذا المنطلق أو بهذا السياق هي غير آمنة اقتصاديا. الريعية أيضا بالدول النامية اللي مثل دولة ليبيا في معظم الحالات تجاه في ظهور فساد إداري ومالي في مختلف المؤسسات العامة، يعني هذه تركة كبيرة قديمة، يعني ما هو الشيء الجديد، يعني نحن نسمع عادة بأرقام كبيرة في بنود التنمية، لكن إلى الآن يعني ربما الوضع يعني في هالسنوات في تحسن بسيط، يعني ولكن لا يمكن رؤية إنجاز حقيقي على الأرض، وما فيش مؤشرات فعلية للتنمية.
لذلك يفترض يعني إذا كان هناك إرادة حقيقية فعلية، يعني توجد إرادة حقيقية فعلية للتنمية وتنمية المجتمع وتزيد رفاهية الفعلية، يعني مش رفاهية المرتبات، لابد من وضع نموذج للإقلاع الاقتصادي يكون مناسب لليبيا، يأخذ في اعتباره القطاعات الاقتصادية المجدية أو التي تتوفر لديها الإمكانيات للبناء عليها وتكون قطاعات منافسة وتحقق عوائد مجزية تساهم في الدخل المحلي. عشان هيك ممكن نحن ننظر للزراعة المائية لتوفر الإمكانيات زي ما حكى الدكتور باسط في التقرير بتاعكم، في الإمكانيات اللي تسمح بإقامة قطاع زراعة مائية متطور جدا في ليبيا. هو القطاع هذا مهم. ليش؟ هو لا يساهم فقط في الدخل القومي ولكن شريك أساسي في الأمن الغذائي، عليه معول كبير في تقليل البطالة وخلق فرص العمل، أيضا وبشكل أساسي يساهم في التنمية الريفية في المناطق الساحلية وفي القرى والأرياف القريبة من المياه الداخلية. ما نبيش نطول عليكم. لا تفضل، هذه مساحة كاملة لك. هذا باختصار دكتورة. الله يسلمك. هذا باختصار يعني هذه رؤيتنا. طيب. في المشروع الوطني اللي نتمنى أن نستطيع أن نتحصل على الدعم. نعم. الكافي لتحقيقه. نعم دكتورة مسعودة. طيب لو تحدثنا يعني عن الشروط أو لإقامة المشاريع المائية من الناحية البيئية، يعني كيف ستكون؟ والله شكرا جزيلا على السؤال هذا، لأن نحن من يومين من الفترة اللي فاتت طبعا نحن أعلننا على صدور كتيبات خاصة بالزراعة بتنظيم نشاط الزراعة المائية. هن كتيبين، كتيب صغير اللي هو كتيب مزاولة، كأنه هو رخصة أو إذن مزاولة لأي شخص يرغب في مزاولة الزراعة المائية، يكون في اشتراطات معينة، نماذج معينة برضو متوفرة حاليا على الموقع الإلكتروني للمشروع، في عدد من النماذج. إذا كان أنت مثلا تبي تأخذ إذن مزاولة لمشروع جديد، إذا كان تبي تجدد إذن المزاولة متاعك، إذا كان تبي تشري أعلاف، إذا كان تبي تورد أصبعيات، كل أي أمر متعلق بنشاط الزراعة المائية نحن حاطين نماذج معينة لازم المواطن أو المهتم سواء كان فرد أو شركة يعبي هذا النماذج ويتقدم بالمستندات المطلوبة ويجينا في إدارة المشروع أو يكون عبر الرابط الإلكتروني ويتم دراسة الملف متاعه، وإذا كان مستوفي كل الشروط وجايب كل المستندات يمنح إذن مزاولة لنشاط الزراعة المائية. نعم. طيب برضو في ذات السياق أصدرنا. نعم. كتيب وتحصلنا من الهيئة القومية للبحث العلمي على رقم تسلسلي اللي هو دليل عام، هو إرشادي لمزاولة نشاط الزراعة السمكية بدءا من الإجراءات إلى الممارسات المسؤولة أو الضوابط المتعلقة بالبيئة في مزاولة نشاط الزراعة المائية. طيب. نعم. من هي الفئة المستهدفة لإقامة مثل هذه المشاريع؟ طبعا الجميع اللي عنده رغبة، يعني هو نشاط اقتصادي زي أي نشاط آخر. إذا توفرت لدى الشخص الإمكانيات المادية وتوفرت لديه الخبرة الكافية أنه يقيم مشروع زراعة مائية سواء كان في البحر المفتوح، سواء كان على الساحل، سواء كان على الأرض، يعني أنت في مزرعتك الخاصة مهما كانت مساحتها تستطيع أن تقيم أحواض إسمنتية أو أحواض فايبر أو أي يعني متطورة، هو أنواع الأحواض متطورة تقيم على الأرض. أهم حاجة يكون في مصدر معين للمياه وبشروط معينة، وإن ما يأثرش على الأراضي الزراعية أو يزيد ملوحة الأرض المحيطة به. نعم. وفق شروط صحية معينة يستطيع أن يمارس مهنة استزراع وتربية الأحياء المائية وينتج أنواع مختلفة من الأسماك. نعم. يعني الآن يعني حتى أنواع الأسماك القابلة للاستزراع في تزايد مستمر نتيجة الأبحاث العلمية المتطورة في المجال. نعم. طيب هل هنالك برامج توعوية بالخصوص في الفترة المقبلة؟ البرامج التوعوية والله نحن لنا فترة منطلقين فيه البرامج التوعية هذين، عندنا أيضا حتى مطويات وعندنا منشورات وقمنا بندوات ومع الجامعة ومع مركز البحوث وقمنا بهم في 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 عدة مناطق في ليبيا وما زلنا مستمرين في هذه التوعية. نعم. وأيضا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بعض المنظمات المحلية المهتمة مشاركين معنا في هذه التوعية. نعم. طيب يعني لإيصال المعلومة إلى المشاهدين، هل لليبيا مشاريع سابقة من هذا النوع وما نسبة النجاح فيها إن وجدت؟
طبعا تاريخيا ليبيا بادية في الزراعة السمكية من نهاية السبعينات إلى بداية الثمانينات، يعني كانت فيه عدة محاولات. في البداية عملية الاستزراع كانت جلب زريعة ورميها في المياه الطبيعية. نعم. يعني استزرعت بحيرة البلفة زمان في الجغبوب أيام جمعية الهيلع والمرحوم الهنيد، استزرع سد وادي المجينين، استزرع سد وادي كعام، وكانت ناجحة. والأنواع الأسماك اللي استزرعت كانت متأقلمة وتأقلمت مع البيئة وتكاثرت، وفي بعض منها مازال موجود إلى الآن من نعم. ذاك التاريخ إلى الآن، وهي متكاثرة وتتزايد بشكل مستمر. وهي لكن الآن في بعض المناطق يعني الظروف البيئية شوية نعم. تأثرت فقلت إنتاجيتها. يعني أيضا أنشئت مزارع نعم. بشكل يعني صناعي، زي مزرعة عين الغزالة وزي مزرعة فروة وزي مركب فروة، زي مزرعة أيضا عين كعام، مزرعة عين الزيانة. هذه كلها كانت محاولات. البعض دخل مرحلة الإنتاج زي فروة وزي عين الغزالة، والبعض كان في بعض الأخطاء الفنية اللي كانت تحتاج فقط إلى معالجة، ولكن الحالة البيروقراطية الإدارية والتأخر في الإجراءات حال دون ذلك، وتعرضت المزارع للترك والإهمال إلى أن وصلت إلى مرحلة التخريط وتوقفت عن العمل للأسف. يعني نقول لك بكل أسف إلى الآن لا توجد أي مزرعة من المشاريع اللي تم ضمها للمشروع الوطني، واللي نعلم أيضا بملكيتها للدولة الليبية وأنها كانت ضمن الهيئة العامة للصيد البحري، كلها للأسف الشديد متوقفة العمل وتحتاج إلى صيانة. نعم. إذا كانت معنا مدير عام المشروع الوطني للزراعة المائية دكتورة مسعودة عبد الرحيم بوعروشة، شكرا جزيلا لك. انطلق المعرض الأول لذوي الاحتياجات الخاصة في بلدية سوق الجمعة تحت شعار إعاقتي لن تمنعني من الاندماج في مجتمعي في اليوم العالمي لذوي الإعاقة. لنشاهد. تم تنظيم المعرض الأول لذوي الاحتياجات الخاصة في بلدية سوق الجمعة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك تحت شعار إعاقتي لن تمنعني من الاندماج في مجتمعي. وقد تم تنظيم المعرض بإشراف مراقبة التربية والتعليم في البلدية. حاض المعرض بمشاركة واسعة من قبل الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم، فضلاً عن المهتمين والمسؤولين في مجال التربية والتعليم. وقد تم تصميم المعرض ليكون منصة لعرض قدرات ومواهب ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليط الضوء على إمكانياتهم في الاندماج الكامل في المجتمع. اللي قام لأول مرة منذ فترة واللي شارك فيه أكثر من 14 مدرسة تتبع مراقبة تعليم سوق الجمعة. المدارس هذه طبعا محتضنة مجموعة تلاميذ وطلبة من ذوي الاحتياجات، يعني نقول احنا ذوي الهمم. المعرض شاركوا فيه جل المدارس وكان معرض ناجح والحضور رفيق، ونسأل الله إن شاء الله أن ربي يوفقهم إن شاء الله. قصينا وزارة التربية والتعليم والسيد معالي الوزير لأن لازم يكون فيه يعني وقفة جادة، يكون فيه اهتمام، لأن العدد بالنسبة لنا احنا في تزايد، فلازم أن ضروري تكون وقفة جادة 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 لهالناس هذول إن شاء الله. تضمن المعرض عروضا ومعارضا لأعمال فنية وحرفية قام بها أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الرسم والكتابة وبعض الأعمال الغنائية التي تعكس قدراتهم ومهاراتهم الفنية. يهدف المعرض على تعزيز الوعي والتفهم حول قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتشجيع المجتمع على الانفتاح والتعاطف معهم وتعزيز فرص الاندماج الاجتماعي لهم. الصراحة اليوم كان حلو جدا، كان لمسة حلوة هلبة. المعارض اللي زي هذه تعطي حافز لنا ان احنا نستمر وان احنا نبذلوا جهد احسن وان نكونوا ربما نتبت وجودنا في المجتمع، لأن المجتمع مش ما يعرفش يعني ذوي الاحتياجات بالطريقة الإيجابية اللي مفروض إنه يعرفوا بها،
فكان شيء جميل جدا. نتمنى ان الدولة توفر اشياء زي هذه. وشكرا. إن تنظيم المعرض الأول لذوي الاحتياجات الخاصة في بلدية سوق الجمعة يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع شامل ومتكافئ، حيث يتمتع جميع الأفراد بفرص متساوية للمشاركة والاندماج. إسراء شكري، قناة دبليو تي في، طرابلس. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة، على أمل اللقاء بكم مجددا. تقبلوا تحية أنا محمد نادي، دمتم في أمان الله.